شيخ انت لسه عيل صغير، عاوز اشوفك ولد بسيط، لكن اسمك في مصر عالي وكبير، عاوزك تصاحب المحترمين، عاوزك تصاحب المؤدبين، عاوزك يا بنايا تمشي مع العاملين الناجحين وتروح تزور الصالحين وأسيادك أهل البيت، ويا ريت يا ديار الفات يا ريت إن رحت عندي أي حد من آل البيت تعمل انتباه على بابهم وتنهلي تنهلي تنهلي لجنبهم. قلت لها ليه وعشان ايه؟ وده برضه يما كلام يريق، مش طول يما زينا كده عباد الله مخانيق. لا يا طلال يا جليل الدين، لا يا اللي مش متربي، لا يا جليل الادب، ما هماش زينا مخانيق. أني منك للدرية ما تكونش معايا لبنى على قبرية، وكل ليلة يا ناس عليا تنكب وتقول لي كلام يجرحني وتبكت، ولما صعدت عليها جلتني هتوتنا عشان اكون بريئة يا ضلايا من ذنبك. واسمع كلامي كلامي جد مش هزار، تسمح تقول لي امك تطلع مين وبكره اخر يبقى مين وجد جد جد جدك يبقى مين؟ ده دول امه فاطمة الزهراء وابوهم علي الكرار وجدهم سيدنا النبي المختار. لازم تفهم لو يكونوا عليك راجل حمار، لا في اوروبا زيهم ولا أي دولة في العالم زيهم، مفيش في أي دولة زيهم. هم دول العباد اللي رضي الله عنهم. وقريت حديث عن نبينا بيوصي فينا، يقول أهل بيتي مني وأنا منهم، أهل بيتي مني وأنا منهم. ومن ساعتها وأني راكب براق الهوى وماشي على مهلي، وطول عمري بحب أسيادي وحب أسيادي في العدل والقلب دورهني، ونادم عاللي راح زمان ما نكت في جهلي. لما لقيت حديث الحديث كده نبهني، قال يد يا محب ده اللي يحب ويودي
Thank you.